متى وصلت لإسبانيا ولماذا غادرت؟ وصلت لإسبانيا في 1 سبتمبر 2019 وذلك لاعتبارات سياسية. أولها العسكري الجزائري ماشي عايش بكرامته داخل الثكنات. العسكري الجزائري يتعرض إلى إهانة، العسكري الجزائري يتعرض إلى السب، وسمحوا لي على هذه الكلمة، يتعرض إلى الشتم، يتعرض إلى الظلم، يتعرض إلى الحقرة، يتعرض إلى شتى أنواع. الآن أستاذ راني نتكلم معك في المباشر، كاين عسكريين راهم بلا غدا، راهم بلا حشا، كاين عسكريين راهم بلا تريسينتي، كاين عسكريين اللي ما عندهمش الريزو، كاين عسكريين راهم مقطوعين عن العالم. يعني كوارث داخل الجيش. طيب انت وصلت في اول سبتمبر، جيت بفيزا ولا جيت حراك؟ جيت فيزا استاذ. جيت فيزا، وصلت لأليكانت. نعم وصلت لأليكانت بالضبط. واش درت لما وصلت لأليكانت؟ اول شيء لما وصلت لأليكانت اتصلت بالاخ محمد عبد الله، لانه كان متواجد هناك في مدينه أليكانت. نعم طبعا هو كان عنده القليل من التحفظ، لانه كان خايف انه العصابه تبعث شخص ويغتاله أو يرتكب جريمة في حقه. لكن لما اجتمعت بالأخ محمد عبد الله وجلسنا وتحدثنا في الأمور العسكرية وفي الأمور السياسية وحول الحراك الشعبي وحول ما يحدث داخل الجزائر وحول ما يحدث الداخل في وزارة الدفاع الوطني، يعني الأخ محمد عبد الله كان رجل وكان حقيقة من طينة الكبار وكان اعتنى بي جيدا، ونشكره على هذا الجميل. اعتنى بك جيدا، خاصة أنك كنت وصلت وماكش عارف الأمور، وهو كان قبلك بسنة وكان يعرف إلى حد ما، يعرف شوية اللغة، يعرف التعامل، يعرف يسوق سيارة إلى آخره. طبعا المرة اللي فات لما قلنا قال محمد عنده سيارة، طبعا قل لهم مش من سيارة كانت عنده. لما التقيت بمحمد كانت عنده سيارة من نوع غولف 3، السعر تاعها 350 أورو. طيب 6 ملايين جزائري، 6 ملايين و7 ملايين جزائري. لان بعض الناس لما يسمعوا باللي سياره وفي اوروبا يحسبوها سيارات في اوروبا، راهي مرات تقدر تشتري سياره ب 500 ب 400 اورو الى اخره. صحيح يكونوا تعبانين هالسيارات، لكن اللي يعد ما عندوش او اللي يكون يعرف شويه الميكانيك او يكون يقدر يسجد حاله بها يعني. طيب انت من بعد رحت باش نختصروا الحديث ونمشوا شويه فيه على السريع، انت راح تتعرف على محمد وراح تكونوا مع بعض تقريبا لفتره طويله، قضيتوها مع بعض على فترات مرات متفاوته، وكنتوا زملاء في النضال ولكن كنتوا ايضا اصدقاء. نعم صحيح حقيقه. يعني لو كان جيت صيفه بكلمه ولا زوج، واش تقول عليه محمد عبد الله؟ طبعا بطبيعه الحال استاذ كل الكلمات ما نقدروش نوصفوا بها محمد عبد الله، لانه محمد عبد الله كان بالنسبه لي وبالمثابه لي كالاخ والصديق، وكان بالمثابه لي لما تضيق بي الدنيا كما يقولوا بالعاميه، لما تضيق بي الدنيا نتصل مباشره بمحمد عبد الله لاستشارته في امر او طلب المساعده او اي شيء من هذا القبيل، لانه هو كان دائما يرحب بي بصدر رحب، وكان دائما يسمع مشاكلي وهمومي، وخاصه اني تعرضت للتضييقات داخل اسبانيا. كنت تعرضت للتضييقات، يعني انت مريت بتضييقات، ايضا مرت عليك تضييقات شديده، هو ايضا مرت عليه تضييقات.